السلام عليكم الإخوة الأخوات، فيديو يوم الجمعة. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال والدعاء والصلاة إن شاء الله والصيام. في الفيديو كما كتشوفوا راه الجو صافي، ولكن كاين البرد. هذا الصباح صباح البرد، كاين ناقص 11 والإحساس كتحس بناقص 13. لو غوسونتي كاين البرد، جاي واحد يومين ثلاث أيام ديال البرد وديزا إن شاء الله. قبل ما ندخل في الموضوع ديالنا، كتشوفوا هذا المنزل هذا اللي قدامنا، ها هو هذا، طالبين فيه 600 ألف دولار. 600 ألف دولار. راه كتشوفوا هذيك لا بونكارت، راه مع الثلج كانوا دايرينها في الثلج وطاحت شويه مالت. هذيك ها هي لا بونكارت مايله شويه. كتدخل لواحد لو سيت، كتعرف مثلا بحال هذه دايرينها مع ريماكس، دايرينها مع واحد السمساره بحال نقولوا حنا لي كورتي، واحد الشركه ديال لي كورتي سميتها ريماكس، هما اللي كيتكلفوا لك بالبيع. كتدخل تدخل للسيت ديالهم ريماكس، وكتدير العنوان والرقم ديال الدار، الرقم والعنوان ديالها، وكيعطوك المساحه وكيعطوك وقتاش تبنات وشحال طالبين فيها مواليها وكل شيء. هذه اللي شفنا دابا 600 ألف دولار. في هذا الفيديو بغيت نطمئن الاخوان، لان بزاف اخوان كيتصلوا وكيصيفطوا لي ميساج يقول لك اودي راني درت البصمات، راني درت هادي وباقي ما عيطوش ليا، هادي شهرين، هادي 3 شهور، كاين اللي دافع الفيزا السياحيه ومازال ما جاوبوش. شوف اسمع اخويا، غنقول لكم واحد القضيه، بانهم راه بداو يزيروا الروبيني شويه، الروبيني بدا يتزير، لا في مقاطعات كيبيك ولا في بعض المقاطعات الاخرى، وحتى الفيدرال اللي كان طالق اللعب وكان تيخلي الناس يدخلوا ودار واحد التساهلات كبيره، الان راه بدا يزير الروبيني حتى هو. غنخلي لكم في صندوق الوصف، غنخلي لكم واحد لو ليان، واحد الرابط اللي غادي تشوفوا بان الفيدرال بدا يزير اللعب شويه مع لي ترافايور تومبوغيغ، العمال المؤقتين اللي عندهم بيرمي دو ترافاي مؤقت واللي عندهم. اخويا انا نصحتكم شحال هادي وشحال واحد كان في يدو وكان باستطاعته انه يدفع وبقى يتردد، وفي الاخر بداو يزيرو، عاد بدا يسول، عاد بدا هاد القضيه هادي. هاد الشيء هاد الحكومه اللي كاينه دابا راه 8 سنين وهي حاكمه، 8 سنين الا ما خفت نكذب، ربما اكثر من ربما العهده الثالثه ديالهم. هذه 12 عام، نعم 12 عام وهما حاكمين، و12 عام وهما تيرخفوا بشويه 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 بشويه، احتاجت لا بانديمي، جا الوباء، ومن بعد الوباء ولاو خاصينهم خدامه بزاف، هما كانوا خاصينهم خدامه، ولكن من بعد الوباء وقفات الحركه وحلوا البيبان بمصراعيه، يعني حلوا البيبان ولا الناس يدار واحد التساهلات كبيره كبيره، ولكن مع الاسف كاين الاخوان والاخوات اللي بقاو تيتردوا، لا با هادي ما هادي، وكاين اللي في استطاعته، كاين اللي عنده ديبلوم، كاين اللي كان عنده مستوى دراسي، ولكن بقى تيتردد. ملي كتبقى تردد ما كدير والو، ملي كتبقى تهضر وكتبقى تسول وخايف ما غدير والو. في صندوق الوصف غادي تلقاو واحد الرابط اللي تيهضر على هاد الروبيني اللي بداو يزيروا الفيدرال، وكما قلت لكم راه باقي الوقت من هنا حتى الاكتوبر 2025، لان 2025 غدار انتخابات، غيجي شي حكومه جديده، وغالبيه هادوك اللي غادي يطلعوا كما كان بغى يكون الحزب غيزيروا روبيني، غادي يزيروا غيديروا الفلتر. انا كنت نصحت في واحد الفيديو، واحد الاخ كتب لي قال لي ودابا الشباب، كتب لي الشباب، قال لي الشباب في المغرب كيهضروا على استراليا. انا خويا استراليا راه هضرت عليها مرارا وتكرارا، الاولى رجعتوا الفيديوهات ديالي الاول راه هضرت عليها، وهضرت لكم على بروناي دار السلام، وهضرت على نيوزيلندا، وعطيتكم كاع البلدان اللي باقي فيهم الضوء، هضرت على النرويج والسويد وفنلندا، على الدول اللي ومنهم كندا ومنهم، ولكن انسان ديما داك التردد هو اللي تيخلي الانسان. وواحد القضيه نقولها لكم، انا واحد الوقت كنت نحلم انني نمشي لاستراليا، كما قلت لكم من البارح بان فيها واحد الولد ولد دربنا ومشى لتما وسهل عليه الله، وكنت باغي نمشي حتى انا، ولكن كانت في ديك الوقت فاش بغيت نمشي انا كانت هذيك ما كانش عندنا السفاره في المغرب ديال استراليا، ما كيناش،
كان يا اما خصك تدفع لمصر لان كاينه السفاره ديال الاسطوره اللي كاينه في مصر، او لا كان عليك تدفع لفرنسا. لفرنسا نعم، يا اما تدفع لفرنسا او لا تدفع لمصر، تما فين كاينين القنصليات والسفارات ديال استراليا. حنا بالنسبه لنا المغاربه كانت صعيبه علينا ديك الوقت، ولكن هذه واحد هذه السنوات الاخيره راه ولات واحد البعثة استراليا في المغرب، بعثة استراليا في المغرب ومدخلين فيها الهجره، راه بزاف الناس ما عارفينهاش. كاينه بعثة استراليا في المغرب، والواحد يبحث ويتحرك شويه والله يسر الامور. راه كتجيك في الاول كتجيك صعيبه. انا اللي وصيكم غير ما تمشيوش لدوك الدول اللي طالقين لكم اللعب، مثلا البرازيل راه مشاو ليها الدراري وحصلوا تما. البرازيل راهو مانيت غارقين في 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 في, في, في البطاله عندهم. ما تمشيوش لدوك البلدان اللي شويه، ما تمشيوش للهند، ما تمشيوش، سيروا البلدان اللي شويه باقي مرخوفه، ما فيهاش طالبه اليد العامله بزاف، وعدد السكان ديالها قليل بالنسبه للمساحه. بحال الهند اش غتمشي دير فيها؟ عندهم تقريبا من 2 مليار ديال البشر. يلا الله يسهل الامور، وتهلاو في فريوسكم، وتقبل الله الصيام والدعاء ان شاء الله والقيام. يلا السلام عليكم.